وابتدى يبوسني ويقلعني فستان الفرح. الفستان اتقطع في ايده رحت لهفاه بالقلم على خليته. لا يا فندم انا اعمل كده برضو في داهية الف فستان. وبعدين ساعتها الفستان اتقلع بسهولة جدا زي ما يكون اتقلع لوحده. زي ما يكون اتقلع لوحده. طب بعد الفستان زي ما يكون اتقلع لوحده عملت ايه؟ خلاص. لا عايز كل حاجة بالتفصيل معلش. حصل ايه بعد الفستان زي ما يكون اتقلع لوحده؟ ما حصلش حاجة. سابك ونام؟ لا. قاعد يتكلم في التليفون مع واحد صاحب؟ ها؟ لا يا فندم. هو فضل يحاول. ايوه. ويحاول. ايوه. ويحاول. لكن مفيش فايدة. وبعدين؟ قلت له يا حبيبي مفيش مشكلة. يمكن تكون تعبان من مجهود الفرح أو نكون لسه ما خدناش على بعض. اقترحت عليه نلعب شوية نهزر شوية. والله تفكير علمي ومنهجي ومنطقي. أكيد اللعب والهزار جابوا نتيجة. أبدا. يا ساتر أعوذ بالله دي حالة ميؤوس منها. قلت له يا حبيبي ولا يهمك. أيوة. نستنى لبكرة ونجرب تاني. كويس. ولو فضل الحال على كده نروح للدكتور. قال لي طيب ونمت وصحيت على الخبر. والله الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه. يعني بصراحة أنت بنت ناس عملت اللي عليك وأكتر. بوس وبوستي هزار وهزرتي لعب ولعبتي فستان زي ما يكون اتقلع لوحده. هتموت روحك. أنسة شيرين يعني الباقية في حياتك وإن شاء الله ربنا عوضك عن الفقيد باللي أحسن منه. وبإذن الله يعرف من أول يوم. ده وجه بلة. علاء فندم اعمل محضر كويس وابعته للنيابة. علي سهبل وعبيط. في ايه اللي معرفش من اول يوم؟ استنى لتاني يوم لتالت يوم بلاش جواز خالص بدل ما احط نفسه قدام القطر. ناقصين احنا اللي معرفوش من اول يوم. انا في المكتب. باشا مدير مباحث الوزاره طلب سعادتك يا فندم. اليوميه اخبارها ايه؟ على المكتب يا فندم. فيها لا عادي زي كل يوم. مزاج سعادتك مش رايق ليه النهارده يا باشا؟ اصحى من النوم الصبح على جثه جاري تجميعها ويبقى مزاجي رايق ازاي؟ شوف مين. ايوه ايوه فؤاد انا رشوان. خير ايه اللي عندك؟ يا ساتر. طيب طيب انا هدي الباشا خبر. فين؟ في سباك في القلعه ده بحمراته. سباك في القلعة ده بحمراته. هو يوم منيل بستين نيلة. الشاي يا معالي الباشا. هتقولي في العربية. عربية؟ شايله كتير يا باشا حملها تقيل قوي. على رايك. ما تعرفيش المنيل على عينه قتلها ليه يا ابو دلال؟ قال لي اتخانقوا بالليل وبصلاته اتهور. زمان اخبر وايام زي قرون الخروب. بقال لي يمشي الرجاله لما تتهور تقتل. خيبه بعيد عنك. ما لو كان قادر يعمل حاجه تانيه ما كانش قتل. قلبك ابيض يا ام دلال. لا بقينا نشوف راجل يتهور ولا ست تتدلع. تصدقي بالله انا ليله امبارح كنت هتهور. دلع واتدلعت له كوتشينه ولعبته وكل شويه اقول له الواد يقش الواد يقش ولا فيه فايده. اخرتها حطيت همي في الغسيل. لكم فره واحنا مش واخدين بالنا. فره؟ اما لو كانت فره الرجاله هيبقوا العشرة بربع جنيه. ايه يا سلافندي؟ ايه جرى ايه؟ ايه النطاعه دي؟ واقف تتصنت على اتنين نسوان بيفقوا عن نفسهم شويه. امشي روح لحالك. يلا. ايه
مين ده؟ ده القاتل يا فندم. اسمك ايه؟ شحتة يا باشا. قتلتها ليه يا شحتة؟ نصيبة يا باشا، قتلتها وخلاص. لا لا لا، قتلتها وخلاص دي توصلك لحبل المشنقة، لكن لما تقولي السبب المحكمة بقى تشوف اللي تشوفه. يلا عشان عندنا شغل. قتلتها ليه؟ مكتوب على الجبين يا باشا. اتأخرت في عمال الشارع، رحت جايب رقبتها. يا باشا انا قتلت واعترفت، اصل مالكوش حاجة عندي. ايديا اهي جاهزة للكلبشات، اوزني تاني. احنا بقى طماعين ونحب نعرف كل حاجة، فمالوش لازمة بقى تتعبنا ونتعبك. سعادتك امسكه كويس. سعادتك ما تنتظرش مني كلام تاني، وخصوصا هنا ربنا أمر بالستر. يعني ممكن نتكلم في حتة تانية يا شحتة؟ كله بأمر الله يا باشا. ماشي يا شحتة، يلا بينا على الاسم. وسيبونا لوحدينا. اقعد يا شحته. قتلت الولايه ليه يا شحته؟ شوف يا باشا، انا عرفت انك الكبير بتاع المباحث كلها، بس انت راجل عتره وباين عليك ابن بلد وبتقدر. كلك ذوق يا هندسه. يا باشا انا راجل ربنا موسع رزقي، والقرش بيجري في ايدي، وعايش مبسوط ومستريح. فضل ونعمة يا شحتة. وشايف طلبات أهل بيتي من كله، تطلب قرش أديها 10، لكن عدم اللا مؤاخذة يعني، هي الست ليها إيه عند جوزها غير إن كل طلباتها تكون مستوفية؟ والله عداك العيب يا شحتة، فعلا طلبات الست لازم تكون مستوفية. أهو بربح حتة صيغة، فستان، فسحة، ده غير بقى الحاجات التانية يا شحتة. أهي الحاجات التانية دي هي اللي خلتني اطير رهبتها. فهمنا اكتر يا شحتة. شوف يا باشا، الحاجات التانية دي انا كنت بعملها كل يوم. كل يوم؟ وشرفك يا باشا انا بقول لك الحقيقة، وفي ايام كانت بتحصل صبح وليل. صبح وليل؟ لا، مصر بخير يا شحتة، مصر بخير. طيب ولما هو صبح وليل قتلتها ليه؟ عشان طماعة. طماعة ما بتقدرش الظروف. قلت امبارح يا سعادة الباشا، مش عارف ايه اللي حصل لي بصراحة كده، معرفتش. معرفتش؟ ودي أول مرة تحصل لي. قالت لي لو ما كانش النهاردة يبقى بكرة. قلت لها جرايا وليا، وهتمطرطشه بكلام اللي يفور الدم، دم فار. طيرت رقبتها وما عرفتش ليه يا اخي شحته. ربنا وحده هو اللي يعلم يا باشا، اصلها اول مره. شحته انت متعود تبلبح هذا قبل اللي ما عرفتش؟ ابدا يا باشا، انا كنت شغال بالفول والطعميه، ويوم ما كنت اكل ربع كباب كنت اهد الدنيا. ممكن توصف لي الحاله بالظبط؟ يا حاله ما تتوصفش، عدم اللا مؤاخذه يعني، لقيت نفسي مفيش خالص. مفيش. دي مصيبه سودة ومنيله بستين نيله يا شحته. طب شحتة ما استنيتش ليه لغايه ما طارد نفسك على دكتور؟ دكتور؟ لا، كله الا الدكاتره. لسه بدري قوي على ما نشتغل بالحقن والحبوب.
وبعدين انا مش عاوز افضح نفسي. مش عايز تفضح نفسك؟ ده ايه يا شحته؟ ده انت فضحتك بقت بجلاجل. ما عرفتش انت؟ مفيش خالص. بح. انا يتقال لي ما كانش النهارده يبقى بكره. الناس دي حكايتها ايه؟ مش عارف يا فندم، دول ازواج وزوجات كلهم ضاربين بعض ومحدش فيهم عاوز يقول ليه. ضربت جوزك ليه؟ عشان مسكنا في خناق بعض. مسكتوا في خناق بعض ليه؟ من الزهق يا باش. هيكون من ايه يعني؟ اصل الواحد وهو زهقان بيعمل اي حاجة. وانت ضربت مراتك ليه؟ يا سعادة الباشا، كل راجل من حقه يضرب مراته. ومن حقها تشتكي. ضربتها ليه؟ انت خلاص يا بيه، انا سامحته، اصل اعصابه كانت تعبانه. اعصابه ايه؟ كانت تعبانه. تعبانه ليه؟ من الهم يا باشا، وربنا يكفيك شر الهم. وانت ضربت مين؟ انا ما ضربتش حد. ما ضربتش حد ليه؟ ما عنديش حد اضربه. جاي تشهدي مع ابوكي ولا مع عمك؟ انا جايه في شغل صحافه. صحافه؟ انت صحفيه؟ بالظبط كده. انت اتخانقتي مع جوزك ليه؟ قهيت من الحر يا باشا. حر ايه يا ولاد، احنا في عز الشتاء. سخنت تحت اللحاف يا باشا. شوفوا بقى، لا سخنية ولا حر ولا هم ولا زهق. أنا عارف سبب البلوى اللي انتوا فيها. الرجالة معرفوش. الرجالة معرفوش. صح؟ ممكن يا فندم أعرف إيه الحكاية بالظبط؟ لا، زي ما أنت شايفة ده خناقات زوجية بتحصل في أي بيت. بس ده مش بيت واحد، دول بيوت. انت جاي ليه؟ انا جاي عشان الراجل اللي قتل مراته. هو لسه راهن التحقيق، مفيش معلومات مؤكده. على اذنك. مصطفى، عايز تقرير مفصل عن الحاله الامنيه في جميع اقسام القاهره، وخصوصا الخناقات، وبالذات الخناقات اللي بين الازواج والزوجات. انا جاي في السكه، عايز الاقيه. واسمه بلا يا فندم 93 حالة، قصر النيل 88، مصر القديمة 101، لازبكية 50، باب الشعرية 42، الشرابية 16، الويلي 8 حالات. بقيت الثمان تانية يا فندم الحالة تقريبا فيها عادية جدا. واضح ان الإصابة مركزها هنا وسط البلد. شوف أخبار جيراننا ايه. جيراننا مين يا فندم؟ الجيزة. عايز معلومات عن الدقي وإمبابة والعجوزة. حاضر يا فندم. اطلب للباشا المدير في مكتبه، شوفه فاضي ولا مشغول. الشاي يا معالي الباشا. درويش، انت متجوز؟ ايوه يا معالي الباشا. ساكن فين؟ حلوان يا معالي الباشا. حلوان كويسه قوي، حلوان زي الفل. سيد مدير الامن موجود في مكتبه يا فندم. بتوع الجيزه بيقولوا ان الحاله عاديه، بس انا حاسس يا فندم انهم مخبيين حاجه. يخبوا زي ما هم عايزين، احنا هنعرف الحقيقه بطريقتنا. سيد العميد، سيد العميد، لو سمحت يا فندم، ممكن اخد وقت حضرتك دقيقه واحده؟ عندك العلاقات العامه تقدري تاخدي منهم اللي انت عايزاه. لا، هو انا لازم اكون رئيس تحرير عشان حضرتك تكلمني؟ حضرتك حققت في قضية رجل الأعمال كريم أبو شادي، هل صحيح إنه انتحر لأنه لم يوافق خلية الدخول؟ لا لا لا، ده كل ده كلام فارغ، دي إشاعات. طب حضرتك تفتكر إيه سبب الانتحار؟ لما شاف فاتورة الحساب بتاعة الفرح خد القرار على طول. يا فندم أنا بتكلم جد. جد مش جد، الحادثة دي ما تخصش غير صحابها. طيب والسباك بتاع بولاء مش برضه قتل مراته لأنه لم يوافق؟ لا لا لا، كلام فارغ. طيب وحضرتك الرجالة والستات اللي حضرتك استجوبتهم، مش حضرتك قلت أنا عرفت السبب إن الرجالة ما عرفوش؟ هو التحقيق لسه شغال ومفيش حقائق مؤكدة لغاية دلوقتي. شوف يا انت قلت لي اسمك ايه؟ سلمى يا فندم. بص يا سلوى. سلمى.
سلمى انا هقول لك على خبر كويس. انت بان عليك بنت ناس وتستاهلي كل خير. الجيزه فيها لبش. فيها ايه يا فندم؟ لبش. روحي اسم الدقي، في 85 حاله تسمم معظمهم عساكر، كانوا من عربيه كشري كانت واقفه قدام الاسم، الدنيا مقلوبه هناك. طب واللي ما عرفوش يا فندم؟ طب بعد كلام معقول؟ يا مجدي يا مجدي، انت رحت البعيد خالص، ده تصور لا يمكن.